السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر في بحر الأسبوع هذا، زار إذن الحي الأعمال بباب الزوار، ووقف على العملية نتاع التهيئة نتاع الشارع الرئيسي إذن اللي يفصل حي الأعمال بحي تاع السكنات نتاع إسماعيل يفصح، إذن أصبح حي شارع رئيسي توصف إذن المنطقة نتاع باب الزوار، واللي يعرف عمليات تجديد والتجميل والتهيئة يعني أعطت صورة جميلة جدا لهذا الحي. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو بالصور، نعود بالصور إلى هذه الزيارة واللي تظهر ملامح مدينة جديدة عصرية إن شاء الله تكون مثال للمدن الأخرى في الجزائر اللي تحذو حذو هذا العمل اللي يبدو رغم يعني بعض النقائص في قضية التنفيذ يبدو إيجابي وجميل، ويعتبر في كل الأحوال إضافة إيجابية لازم نثمنها، ونتمنى يكون إذن تهيئات أخرى في خاصة في الأحياء السكنية الجديدة اللي راهي تبنى في كل ولاية الوطن. نترككم تتابعون هذا الفيديو حول التغيير الإيجابي اللي عرفاته حي الأعمال بباب الزوار، والسلام عليكم.